مساء الخير، دي الحلقة الثالثة من سلسلة عن تاريخ لبنان الحديث. الحلقة الأولى كانت عن ليه لبنان، الحلقة الثانية كانت عن يعني إيه الحديث، يعني هنبتدي منين بالضبط وإيه الفترة التاريخية السلسلة هتغطيها. هذه الحلقة عن هذه اللحظة الأولى، وهي في 1820ات 1830ات. في الفترة دي حصل شيء في غاية الأهمية وكان بعيد عن لبنان، حدث في مصر. 1820ات أخرها، 1830ات أولها، كان عدى تقريبا 15-20 سنة على بداية حكم محمد علي باشا في مصر. وفي 15-20 سنة دول بنيت في مصر دولة حديثة فعلا، دولة حديثة مش بس بمقاييس الدول في المنطقة المحيطة بمصر، لكن دولة حديثة بمعيار أو مقارنة بكل حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية اللي هي مصر وقتها نظريا على الأقل جزء منها. مصر وقتها تعمل فيها اقتصاد تحت أي معيار كان قوي، حقيقي أنه غالبية المصريين وقتها كانوا عايشين أما في دلتا النيل أو في صعيد مصر، ومتطلباتهم كانت يعني قليلة قوي. الـ responsibilities، التزامات الدولة بالنسبة لهم كانت محدودة قوي، لكن بالرغم من ذلك مقومات الاقتصاد المصري وقتها اللي اتبنى في 15-20 سنة من حكم محمد علي كانت مقومات شديدة قوي. الدولة المصرية نظمت بشكل حديث للغاية تقريبا يقارن بدول جنوب أوروبا وقتها، وأحيانا أحسن كتير من بعض دول جنوب أوروبا. لكن المهم قوي في 15-20 سنة من حكم محمد علي، في نهايات 1820ات بدايات 1830ات، كان بناء جيش متقدم جدا مرة تانية، مش بمقاييس الدول المحيطة بمصر وقتها، ولكن بمقاييس كل حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مقارنة الجيش المصري وقتها بالجيش العثماني في ذلك الوقت. مع هذه الدولة الحديثة القوية الاقتصادية المرتاحة اللي اتبنت في مصر، أحيط وقتها بمحمد علي وبابنه إبراهيم باشا عدد من الناس اللي ساعدوا في بناء هذه الدولة. كان كتير منهم فرنسويين، بعضهم كان إيطاليين، بعضهم كانوا من دوائر عثمانية، يعني من الدول اللي كانت بتعطي الكبارات علية القوم للدولة العثمانية وقتها. دول كتير منهم كانوا من تركيا نفسها، كانوا من الشاركسة، كانوا من ألبانيا، كانوا من يعني البلقان بشكل عام. ناس كتير من دول رأوا في اللي اتعمل في مصر في 15-20 سنة نجاح مهول. محمد علي نفسه وإبراهيم باشا ابنه طبعا كانوا شايفين النجاح الكبير اللي هم عملوه في مصر. كل القصة دي ولدت طموحات كبيرة جدا في الأجواء المحيطة والدوائر المحيطة بمحمد علي باشا وإبراهيم باشا، وطبعا في عقل محمد علي وإبراهيم باشا، بأن اللي اتعمل في مصر يستاهل أنه يكبر خارج حدود مصر. وقتها مرة تانية الربع الأول من القرن ال19 كان في محاولات لتقوية الدولة العثمانية، لكن أسباب كثيرة بدأ وقتها أنه الدولة العثمانية مش بتتطور قوي يعني، وأنه في فيها داخلها في الهيكل الإداري بتاعها في أسلوب حكمها مقارنة بينها وما بين دول أوروبية كثيرة جدا وقتها، أنه فيها اضمحلال، فيها ضعف، أنه محاولات إصلاحها من الداخل مش أعظم شيء في الدنيا. ولذلك الطموح اللي بدأ يتولد سواء في الدوائر المحيطة بمحمد علي أو داخل الدائرة
اللي بتحكم مصر وقتها دائرة محمد علي وإبراهيم باشا نفسها، طموح بأنه خروج دولة محمد علي من حدود مصر يجب أنه مش بس يروح شرقا، هو كان راح شرقا زي ما تكلمنا سلسلة دولة أو أسرة محمد علي، راح شرقا وتقريبا سيطر على الحجاز، مش بس أنه هو يروح جنوبا وزي ما قلنا في ذلك في تلك السلسلة ذهب إلى شمال السودان وتقريبا سيطر على ذلك تماما، لا، أنه يجب أن يذهب ناحية الشمال، والهدف وراثة الدولة العثمانية. هدف كبير قوي وقتها وهدف إمبراطوري، يعني العثمانيين وقتها، العثمانيون وقتها بيحكموا كل الشرق الأوسط وأجزاء مش قليلة من أوروبا طبعا غير تركيا بقالهم تقريبا 350-400 سنة. ففكرة أنه دولة محمد علي اللي في مصر إن هي تخرج مش بس تحاول إن هي توسع الأرض التي تسيطر عليها زي ما عملت في الحجاز، زي ما عملت في شمال السودان، لا، تحاول إن هي ترث الإمبراطورية العثمانية، ده طموح رهيب رهيب يعني وقتها. لكن النجاح الكبير اللي اتعمل في مصر في 15-20 سنة من حكم محمد علي مع طموح الرهيب اللي تولد في الدوائر المحيطة بمحمد علي مع حالة الضعف، وإنه التطورات ومحاولات تطوير الدولة العثمانية مش أعظم شيء في الدنيا، كل هذه الأشياء مع بعض خلى هناك قرار في دائرة الحكم لأسرة محمد علي وقتها، يعني محمد علي وإبراهيم باشا، بالذهاب شمالا لكي تحاول دولة محمد علي مش بس إن هي تاخد أجزاء معينة من السلطنة العثمانية، لا، ترث السلطنة العثمانية. يعني إيه بقى؟ الحصول على ذلك، تحقيق ذلك يستدعي إنه حاجتين يحصلوا، إنه الأسطول المصري يستطيع إنه يذهب شمالا إلى تركيا إلى إسطنبول ويسيطر على كل شرق البحر الأبيض المتوسط، يهزم الأسطول العثماني ويصل هناك to establish itself زي ما بيقولوا، يعني يثبت أقدامه في هذه السواحل. وده له قصة حصلت لكن مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا دلوقتي الشيء التاني، وهو أنه الطريق البري من سيناء وصولا إلى أقصى شمال الشام إلى حدود تركيا يتم السيطرة عليه. دي كانت بداية فكرة أسرة محمد علي بأنه لابد لها من السيطرة على الشام، مش بس لأنه الشام نفسه كان مهم، لكن لأنه كان الطريق البري ذهابا شمالا إلى تركيا إلى إسطنبول. في النظر للشام محمد علي وإبراهيم باشا بالذات اللي هو القائد العسكري لجيوش محمد علي رأوا أو رأى إن سوريا بالذات هي المفتاح في الشام للوصول إلى تركيا، للوصول إلى الدولة العثمانية. ليه؟ أولاً لأنها جغرافياً هي المساحة الأكبر في الشام، ثانياً لأنها ديموغرافياً من ناحية تعداد السكان هي البلد الأكبر في الشام، ثالثاً أنه تركيا في نهاية الأمر وقتها أو السلطنة العثمانية وقتها في نهاية الأمر هي الخلافة الإسلامية في العالم السني. معنى ذلك أنه احتمالية أنه ممكن حد يدافع مع الجيش العثماني على هذه الخلافة العثمانية هيبقى غالبا من السنة، مسلمين السنة الموجودين في الشام. أكبر تجمع من المسلمين السنة الموجودين في الشام في سوريا وقتها والنهاردة، لكن وقتها يعني في سوريا. حقيقي الحساب بتاع إبراهيم باشا أنه العثمانيين أساءوا جدا إدارة سوريا لفترات طويلة للغاية، وأنه وقتها في بدايات القرن 19 كان حقيقي موجود ممثل للسلطان العثماني والي على سوريا، لكن الأمر والنهي فعلا كان موجود لدى
ناس بقايا كده، بعضهم كان يكاد يكون عصابات يعني، هي المتحكمة في المدن الرئيسية السورية. فمعنى ذلك أنه أغلب السوريين وقتها ما كانش عندهم يعني حب قوي للعثمانيين، ولا حيدافعوا عن العثمانيين ولا حاجة. ولكن الحساب الاستراتيجي بتاع إبراهيم باشا أنه المكان الوحيد اللي ممكن في الشام كله اللي ممكن يقف أمام جيش إبراهيم باشا، جيش محمد علي، في طريقه إلى شمال الشام، في طريقه إلى الدولة العثمانية، المكان الوحيد اللي ممكن أنه يعمل مشاكل أمام هذا الجيش، لأن ممكن يكون في نوع من الولاء الديني السنة المسلمين في هذه المنطقة، هو في سوريا. فده كمان بالإضافة إلى أن سوريا جغرافيا هي الأوسع والديمغرافية هي الأكبر، كمان العامل الديني خلى في حساب إبراهيم باشا أنه يجب السيطرة على سوريا. فالحزبة هنا كانت أنه في الطريق البري خروجا من مصر وصولا إلى تركيا، سوريا هي الهدف، والهدف هو السيطرة عليها، لأنها المكان المهم جدا اللي منه يتم دخول تركيا. في هذه الحزبة الطريق نفسه مهم، لأن الطريق من مصر وصولا إلى سوريا هو في ربما مشاكل، ربما فرص، وفي مصالح اقتصادية. يعني ضرورة السيطرة على سوريا خلت إبراهيم باشا يبتدي يشوف الطريق من مصر إلى سوريا في إيه. اقتصاديا في مينائين مهمين، ميناء حيفا وميناء بيروت، وثانيا في سهل في هذا الطريق، يعني امتداد smooth plain كده منخفض سهل، يعني الطريق ماشي بسهولة ببساطة، وفي أيضا جبال، يبقى يجب أنه محاذاة الجبال واستغلال السهول. لكن في حاجة تانية بدت تظهر أمام إبراهيم باشا لما بدأ يشوف حتة الجبال دي، رأى أنه الجبال بشكل رئيسي في المنطقة التي هي جبل لبنان، وأنه في هذه المنطقة اللي هي بتطل على بيروت، واحد من المينائين المهمين قوي اللي هم يجب أن يسيطر عليهم لأنهم مصالح اقتصادية كبيرة في الطريق إلى سوريا، هذا الجبل اللي هو جبل لبنان فيه مجموعة مهمة جدا من مسيحي الشرق، من المسيحيين. ليه دي لفتت نظر قوي إبراهيم باشا؟ إن العثمانيين أيضا أساءوا قوي التعامل مع مسيحي الشرق بشكل عام، وبالذات في الشام، وسط الشام، جبل لبنان بالذات. فالحزبة بتاعت إبراهيم باشا هنا بقت إنه الطريق إلى سوريا في جانب السهل اللي هو المفروض إن هو حيمشي فيه، في الجبل اللي هو محاذاته مش عاوز يخش فيه، في مينائين مهمين قوي حيفا وبيروت يجب السيطرة عليهم، لكن كمان في الجبل في مجموعات من المسيحيين، مسيحي الشرق، اللي العثمانيين ما عاملهمش بأحسن معاملة، ولذلك ممكن جدا التحالف معهم، أو ممكن جدا إدخالهم تحت دولة محمد علي وإبراهيم باشا، لأنه ده يؤمن ظهر الجيش عندما يترك هذه المرحلة متجها إلى سوريا. فالحزبة هنا بدت تخلي هذه المنطقة اللي هي بيروت اللي فيها المرفأ، فيها ميناء مهم قوي، والجبل الذي يطل عليها جبل لبنان اللي فيه مجموعة مهمة من مسيحي الشرق، الحزبة دي خلت لبنان في فكر إبراهيم باشا منطقة مهمة، ولذلك بدأ يتبلور في عقل إبراهيم باشا خطة مش بس للسيطرة على سوريا عندما يصل إليها، لكن خطة معينة للتغييرات يجب عملها في هذه المنطقة، بيروت وجبل لبنان، لكي يتم السيطرة على الميناء اللي هو مرفأ أو أسيت اقتصادي مهم قوي، ولكي يتم السيطرة على الجبل واستغلال أن هناك في مجموعات بشرية
عندها مشكلة تاريخية مع العثمانيين. كل القصة دي عشان نوصل للنقطة دي، إنه هدف إبراهيم باشا من الوصول إلى تركيا وورث الدولة العثمانية خلاه يفكر في أهمية سوريا، الطريق إلى سوريا خلاه يصل إلى قناعة أنه يجب أخذ بيروت أو السيطرة عليها، وأخذ جبل لبنان أو السيطرة عليه. اللي عمله هناك هيبقى موضوع الحلقة القادمة.